رد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية على ما تدعيه قناة الجزيرة القطرية بشأن سجن جوف البحرين، وبين معاليه بأن ما نقلته القناة هو محض افتراء وكذب، وأن المحكومين في سجون البحرين يقضون أحكاما قضائية عادلة، ليس كما تفعل الدوحة بمواطنيها التي تسج بهم في السجون ظلما وقهرا.